ارتفاع أسعار الدقيق، انضمام 5 مليون عراقي، نزولهم إلى تحت خط الفقر منذ أحداث يعني تشرين ولا يومنا هذا، يعني هبوط الأسعار وجائحة كورونا أثرت انكماش حصل بالاقتصاد العراقي. إجراءات الحكومة حسب تقرير البنك الدولي، إجراءات حكومة السيد كاظم يعني لم تكن ذات فاعلية، يعني أوقفت حالة الانهيار أو خلقت حالة من الهدنة حتى يعني صعود أسعار النفط، ولكن لم تجري معالجات جذرية لحالة الاقتصاد العراقي الريعي الذي يعتمد 98% من الاقتصاد العراقي يعتمد على الحالة النفطية، يعني على النفط. ولذلك العراق لم يعني يبني يعني اقتصاد رديف يعني معتمد على القطاع الخاص أو ما شابه، بل على العكس القطاع الخاص العراقي ارتبط بالمنظومة السياسية الحاكمة، ولذلك أصبح عبء على الدولة العراقية وعلى نظامها الاقتصادي المركزي. نعم. فهذه إشكاليات الحقيقة تلقي بظلالها على المشهد العراقي أستاذ أنس، وتجعلنا نحن كمحللين وكمراقبين يعني نحذر الحكومة العراقية، نحذر صناع الرأي السياسي في العراق من أن العملية الاقتصادية ممكن العراق أن يتجه إلى انهيار اقتصادي إذا لم تكن هناك، إذا لم تضبط هذا استنادا السياسية. هذا استنادا يعني إلى التقارير التي اطلعت عليها أستاذ أحمد، هذا نعم. أولا، وثانيا أيضا أريد أن أسأل مصطلح تحت خط الفقر، المصطلح ربما فضفاض، الفقراء يختلفون من بلد إلى بلد آخر، في بعض الدول ونحن نعلم جيدا يعني على سبيل المثال في المسلسلات التي تظهر في بعض الدول، البعض يقول يقارن ويقول مثلا في المسلسل نحن فقراء، وتنظر وتجد أنهم لديهم سيارات ولديهم بيوت ويصفون أنفسهم بالفقراء. خط الفقر كيف نميزه؟ هو هذا السؤال في العراق، يعني ما هو خط الفقر هذا، هذه العتبة؟ يعني خط الفقر هو بحسب وجهة نظري يقاس بمدى يعني المعدل الذي توفره الدولة للمواطن العراقي يعني سنويا، ما هو الدخل الفرد العراقي. فكل مواطن عراقي دخله أقل من نصف هذا المعدل يعتبر فقير، يعني إضافة إلى أنه يعني هناك قياسات تعتمدها المؤسسات الاقتصادية العالمية لقياس هذه القضية،